السلام عليكم. ناجي جويني ماهوش عاجبه كيفاش النادي الافريقي والنجم الساحلي يتشكاو من التحكيم، وقالوا راهم الحكام هذوما راهم غير نزيهين وماذا بينا تبدلوه. ناجي جويني يقول لكم حتى واحد ما عاد يتكلم، حتى واحد ما يحكي على التحكيم. ناجي جويني تقولش عليه معناتها فرعون، معناها سبحان الله، معناها دار دار دار. نتفكروه عام 91 عام النادي الافريقي تلعب في البطوله في الجوله الاخرانيه ضد النادي البنزرتي، اقصى زوز ملاعبيه من النادي الافريقي عمدا وقتها مهمش اوراق حمر واقصاهم. هذا نجي جويني اللي سكتنا وقلنا بان نتوسموا فيه خير، وبالك باش يطلع حكم معناتها يشد منظومه التحكيم ويكون انسان نظيف، معناتها في ساعه في ساعه يتكلم، وديما معناها كان يتكلم يحس بروحه مظلوم. المره هذه اتحط في فم المدفع، ما عادش ينجم يكون مظلوم، اصبح هو يحب يدخل في منظومه الظالم. ولهنا راهي ماهيش باش تعدي لك يا نجي جويني، راك مش تغلط مع النادي الافريقي والا النجم الساحلي، راك مش تخلص كاش ومش تخرج من المنظومه هذه بتاع التحكيم. احنا تويكا عندنا رئيس الدوله قيس سعيد قاعد ينظف في جميع المنظومات، ظهري باش تجي في راسك الفتره الاخرى وماش وباش نلاحظوا عدة ثغرات وثغرات كبيرة ياسر، ويمكن أشياء ما كناش نصوروها في بالنا. جبناك قلت راني أنا نظيف وراني أنا نخدم ونعمل ونعمل، قلنا لك راهو الحكم اللي شد للنادي الإفريقي، الحكم متاع الفار للنادي الإفريقي والنادي الصفاقسي اظلم النادي الإفريقي وحرمنا من ضرب الجزاء ومشى يجري على الورقة الحمراء متاع بسام إصرار في حين هو في حكم الفار، وبالرغم من ذاك ضرب الجزاء متاع النادي الإفريقي ما حبش يحكي عليها. نفس الشيء ضربة جزاء واضحة للنجم الساحلي ما حبش يرجع لها جملة ضد الاتحاد المونستيري، ضربة جزاء متاع الترجي ما كانش ضربة جزاء واضحة، معناها والدليل عادل زهمول اتصل بحكم ايطالي كبير وحكى له، والحكم الايطالي كيف ما حكيت انا في الفيديوهات السابقة قلت لكم راهو بن علي بعد ما شات الكرة فقد التوازن متاعه، لذلك لا تعتبر ضربة جزاء. يعني في تونس ما يفهموش في الكوره برشا، هذاك علاش يعديوا هالحكايه. ناجي جويني السيد هذايا اصبح يتحدى في الجميع، واصبح معناها ويحب يبرهن ويحب يوضح، ما يحبش يعترف بالاخطاء. السيد هذايا يحكي معناها مبحاح، يحكي صوته مش واضح، يعني شنو الدليل على شنو هذايا؟ الدليل اللي السيد معناتها عنده منش عارف عليه شنية هالغصة ديك كلها، معناها على الأقل لازم واحد مسرع في الكلام كي يحكي. إنسان طبيعي، إنسان هذايا عنده إشكالية، هو حتى شنو يصلح الأمور بتاعه ساعة وبعد تالي يتعدى باش يصلح المنظومة بتاع التحكيم. هو دخل في منطقة خطيرة ودخل في تحدي مع الفرق الكبيرة اللي هي النادي الإفريقي النجم الساحلي، معناتها كي انت تنحي لي نقطتين اخرين من ضد النادي الصفاقسي واللي هما ما عندهم حتى ذنب، فريق صفاقسي يكوروا لوحدهم، ولكن التحكيم هو اللي يحب يخدم منظومه معينه، تحكي لي زوج نقاط تحب نهز البطوله بسهوله. هذايا في صوره ما نافسنا، في صوره ما ثم منافس على البطوله، ما قلناش رانا احنا اللي فافوري وكل شيء، ولكن تعطي حق الجميع. هذايا تو بالنسبه للمنظومه نتاع نجي جويني تو نحكيو فيها، راهي منظومه غالطة ومنظومة ماهاش في مكانها وربي يسترنا منها. ولكن ثم زاد في النادي الإفريقي يتكلم، هذا الناطق الرسمي متاع النادي الإفريقي مش عارف اسمه، السيد يتكلم والناس كل ظهري راوه التصريح متاعه، قال لك رانا احنا النادي الإفريقي مش ندخل الانتخابات في الصيف، واحنا مش تجينا خطايا جديدة من الفيفا. السيد هذايا تكلم بالطريقه هذه بعد ما تكلم يوسف العلمي وقال راهو احنا كنا مسالين في 45 وكل شيء. الناس هذوما يحبوا يبقاو في النادي الافريقي على طول، قاعدين يتمعشوا من النادي الافريقي، شيخين بالنادي الافريقي، الفرصه نتاعهم الوحيده باش يمنعوا من جمهور النادي الافريقي يقولوا لهم راهو الديون ديما موجوده. نقول له السيد هذايا كانت عندك ترشح في كاس الكونفدراليه، ساعة اول حاجه عندنا 1.2 مليار من الكاف هذوك مضمونين، زيد عليهم كان ترشحنا في كاس الكاف اللي هي كانت سهله قدامك، انت حاطينك مسؤول باش ترشح في مقابله سهله للربع النهائي تاخذ 2.1 مليار، كان هزيت كاس الكاف تاخذ 6 مليارات. هذوما كلهم الناس كلها نقدوكم، والناس الكل قالوا لكم راكم ضايعين فيها وراكم ما تفهموا شيء في الكوره وراكم ما تنجموش تسيروا النادي الافريقي. تجاوزتوه وطيحتوا النادي الافريقي من الكاس هذيك، وتويكا كي الجمهور انتقدكم وليت تقول راهي النادي الافريقي باش تجينا خطايا اخرى في الصيف والجلسه الانتخابيه باش تكون صعيبه. يعني تحبوا تقولوا في النادي الافريقي، نقول لكم راهو جمهور النادي الافريقي شلق بكم وظهر لي ما عادش تنطلي الحيل هذيا، ونكونوا مؤكدين اللي راهو الجلسه الانتخابيه حتى كان باش نحطوا واحد من الجمهور، واحد من خلايا الاحباء ولا واحد من الروابط نتاع مشجعين النادي الافريقي، ما عندنا حتى مانع، عندنا برشا خلايا احباء في النادي الافريقي ناشطه وناشطه بقوه، خليه احباء فرنسا
ناشطة بكل قوة، في إيطاليا كيف كيف، في تونس عدة خلايا أحباء متاع النادي الإفريقي كلهم قويين وعندهم يقولوا في رواحهم، لذلك ومعاهم المنخرطين ومعاهم المشجعين، أي إنسان معناها عنده الكفاءة ينجم يشد رئيس جمعية، بما أن ولينا في مخادعات ولينا هاونا مشجينا ديون، لك خلصت الديون أنت ما فاش قاعد تعمل، تحب الجمهور ديما خلصت لك الديون وتفلت لي ترشح في مسابقة تاع كأس الكونفدرالية، هذا موضوع للنقاش تنحكوا فيه برشا، ونحب نعرف شنو هي رأي جماهير النادي الإفريقي في الموضوع هذايا، موضوع راه غريب وعجيب يخرج من مسؤول في النادي الإفريقي، ما يلزمش يحكي فيه، يلزم يخلص الديون ويسكت. السلام عليكم.